التواصل يستمر والانطلاقات تستمر مشاهدينا متابعينا الكرام. في هذه اللحظات تعلن انطلاقة آخر أشواط المشتركات الإبكار. أتمنى التوفيق لكل الأسماء الحاضرة والمنطلقة. أتقدم مع المركز الأول أتابع الصدارة والمقدمة والبداية مع مياسة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري من يقدم مياسة، ولكن حشيمة خطفت الصدارة لسيب محمد بن خلفان الغويصي. نأخذ المركز الثالث، نتابع المركز الثالث، هذه هملولة مطر بن سعيد بن عبيد الحميري. والمركز الخامس وصلت الرابع عفوا الشاهينية لعبد الله بن مطر بن رفيعة الفلاسي. والمركز الخامس، ناخذ المركز الخامس، شعار بالدبيلة مع الشاهينية، شعار شوطنا الأول الرئيسي محمد بن عبد الله بالدبيلة الفلاسي يقدم الشاهينية. هكذا هي النتيجة للخمس المرات مركز الأولى المتقدمة، لكن أعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة، إلى هملولة. هملولة على المركز الأول، مطر بن سعيد بن عبيد من يقدم هملولة. بالدبيلة قادم، بالدبيلة قادم، افتتح أشواط الإبكار المشتركات، يبغي يختم أشواط المشتركات. يا سلامي عليك يا أبو عبد الله، سق الله دارك، دائما بالانتصارات. الشاهينية قادمة، خليفة بن علي بن خليفة بن حميدان، بن حميدان وبالدبيلة، بالدبيلة وبن حميدان، الشاهينية والشاهينية، ولكن بالدبيلة، بالدبيلة. روح بنا موسي هذا شوط. يا سلام عليك يا ابو عبد الله على هذه النوعيات اللي يمتلكن هذا شعار. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بالدبيلة الفلاسي. قدم الشاهينية مع أشواط الإبكار، قدم في آخر أشواط الإبكار مقدما الشاهينية. المركز الثاني، المركز الثاني اللي وصلتنا الشاهينية لخليفة بن علي بن خليفة بن حميدان الفلاسي. والمركز الثالث، المركز الثالث اللي وصلت على ثالث المراكز على ما أظن شعار سيب بن يعروف الاشتبي، شعار بالشنة. يا سلام، هكذا هي النتيجة. تهانينا والناموس لمحمد بن عبد الله بن دبيل الفلاسي. التوقيت 2:18 هو توقيت الشاهينية، ساعة وصولها إلى خط النهاية خاطفة هذا الشوط والنقطة الثانية لهذا الشعار. تهانينا والناموس للجميع.